اليوم بمناسبة اليوم العالمي للماء الأزرق سوينا هذه الفعالية بمدينة الملك عبدالله الطبية لتوعية المرضى الموجودين بمدينة الملك عبدالله الطبية بمرض الجلوكوما أو هو السويرك، وذلك لخطورة المرض، حيث أن هذا المرض يؤثر على العصب البصري مما يؤدي إلى تلف دائم في العصب البصري، ولذلك احنا سوينا هذه الفعالية لكي نثقف المرضى ونوعيهم عن خطورة المرض، والاكتشاف المبكر لهذا المرض قد يقي مضاعفات كبيرة للمريض في المستقبل بإذن الله تعالى. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للجلوكوما عندنا في المستشفى توعية عن الماء الأزرق أو ما يسمى بالسويرق. طبعا هو مرض أحيانا السويرق لأنه بيكون متخفي، كثير من المرضى يصابون به ولا يعلمون أنهم مصابين بالماء الأزرق. ما هدفنا اليوم توعية بأعراضه، نسوي زي سكرين سريع للمرضى. عندنا بعض الأجهزة هنا اليوم بنقيس في، بناخد طبعا شوي هيستوري من المريض أو تاريخ مرضي، بنسأل فيها إذا كان المريض عنده العوامل اللي ممكن تسبب الماء الأزرق، بنفحص البصر القياس النظر وبناخد الضغط وبنشرح للمريض تعريف الماء الأزرق. طبعا الماء الأزرق هو مجموعة من الأمراض بتصيب العصب البصري تؤدي إلى تلف العصب البصري الدائم ببطء وتأثير على المجال البصري، بحيث أنه ضغط العين هو أكبر العوامل اللي تؤثر على التلف. في بعض أنواع الماء الأزرق تكون فيها ضغط العين طبيعي، وهذه نقطة قد يغفلها كثير من الناس، عشان كده بنحاول أن احنا نكون عندنا كشف اليوم على العصب البصري الأساسي مع ضغط العين. إن شاء الله يستفيدوا ونقدر نوصل لأكبر قدر من الناس المفهوم اللي احنا نبغى نوصله اليوم عن الماء الأزرق.